الاستفسار عن الاستراتيجية الأمنية المزمع اتباعها مستقبلا للتصدي للإرهاب، إلى جانب الاستفسار عن الأحداث الأخيرة التي عرفتها تونس، كانت أبرز مضامين تدخلات النواب خلال جلسة استماع مغلقة بالمجلس الوطني التأسيسي لوزيري الداخلية والدفاع الوطني والمدير العام للديوانة. وقد نفى وزير الداخلية لطفي بن جدو ما يشاع عن عدم التواصل بينه وبين الوزير المكلف بالملف الأمني. وبخصوص مراجعة التعيينات في صلب وزارة الداخلية، رأى بن جدو ضرورة التواصل، واصفا الفريق العامل معه بالفريق الرابح، مؤكدا أن قرار مراجعة التعيينات يعود في الأخير إلى رئيس الحكومة. الله، على المستوى الأمن العام لا بأس، بخير، تونس بخير. على مستوى الإرهاب يلزمنا التوحد، يلزمنا توحد صفوفنا، نعمل ميثاق ضد الإرهاب، لأن المشكلة مش في الأشخاص هذوما اللي نقاتلوا فيهم أو اللي إحنا في خصام معاهم أو الموجودين في الجبال. المشكلة في ما ستفرزه المنظومة فيما بعد من المساجد ومن الإنترنت ومن الأحياء الشعبية. دونك معناها يلزم مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، ما تكتفيوش بالمقاربة الأمنية بركة، تنخرط فيها جميع الوزارات وتنخرط فيها الحكومة وتنخرط فيها الشعب التونسي لمحاربة الإرهاب. ومنعنا 8000 شخص بريسك معناها من السفر إلى سوريا. أما العائدين احنا ما عندناش إحصائية مضبوطة، لكن يقدر عددهم تقريبا ب 400 شخص. هذوما كل عائد نحرر ضده محضر، ويقدم المحضر بمعية المحضر إلى العدالة. مالوريزمون مش الكل يتوقفوا، ثم خطر، ثم غياب نص، لكن نحن نظل نتابعه عن كثب.